السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد وعيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والرزق يا ربي. بغيت نشارك معاكم الكرداس ديالنا والفغدانة ولا مجبنة، كما كاين بعض المناطق يقولوا الفغدانة، بعض المناطق يقولوا لها مجبنة. كما شفتوا معانا كاينين قطيعات تاع الكرشة وكاينين قطيعات تاع الشحمة وشوية الرية، كنشدو قطيعه ديال الكرشه من جهه الحرشه، كنعمرو بها، كنديرو فيها شويه الريه، شويه الشحمه، شويه الكرشه، شويه الحيمه، وكنضربوها بموس باش تنفس، وكنحطها على جانب. وبالنسبه للمجبنه كنديرو فيها قطيعات تاع اللحم مع الشحمه، والعطريه اللي كنديرو فيها شويه الكزبره يابس، شويه الحلبه، شويه البزار، شويه الحميره والخرقوم ومليحه، وكنعمروا هذيك المجبنه مزيان حتى كتدكس. كنعمروها مزيان وكنحاولوا نخيطوها غير بدوك العواد تاع سنان ولا العواد تاع اللي كنشويو بهم، دوك العواد طوال. كتجي بنينه في كسكسو، تجي فنه. ونتمنى ما تبخلوش عليا من لايكات تاعكم باش هاد القناه تستمر وما توقفش، والدعم كنتمنىكم تدعموني، وشكرا على المتابعه والله يحفظكم. صافي كنبقاو نعمروا على حساب المجبنات اللي عندنا، كتكون كل واحد حولي فيه مجبنه وحده. ومن بعد نشرناهم هما الكرداس باش ديناهم بالمصيرنات. وشكرا على المتابعه والسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.